كل يوم ان شاء الله مع فيديو جديده، فيديو فيها جوج ديال اشكال ديال الحلويات هكا بريستيج. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هاد الحلويات البنات ديجا درنا صلصه الكراميل ودرنا كريمه الحامض، فهاد جوج حلويات فحنا نمشيو على داك الاساس اننا غنديرو بهم هاد جوج حلويات هادو داك الكريمات اللي ديجا حضرنا. وكذلك كنحضر معكم حتى واحد العجين ديال الصابلي كتجي رائعه باللوز، كتجي بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الوصفات وكذلك تقولوا في التعليق كيفاش جاكم. المهم غنخليكم مع الفيديو باش ما نطولش عليكم بزاف، نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه البنات نبداو بها هي المقادير ديال الصابلي. اول حاجه نحتاجو هنا فانيليا سواء السائله او ساشي ديال الفانيليا. بالنسبه للسكر كلاصي عندي هنا 95 غرام، عندي 30 غرام ديال اللوز بودره. اللوز فقط البنات يا اما تشريوه جاهز يا اما تاخذوا اللوز ديالكم وتطحنوه شي طحن يطح لكم مزيان وتصفيوه وتاخذوا غير داك اللوز اللي كيبقى رقيق. غنحتاجو 30 غرام ديال لوز بودره، عندي قبصه ملح، نحتاج بيضه كامله، وعندي 150 غرام ديال الزبده، زبده تكون بحراره الغرفه، وكيبقى الدقيق على حسب الخليط. صافي هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله نديرو طريقه التحضير اللي نقدمها لكم جد سريعه. فاول حاجه ناخذ العجانه او باليد ديالنا. بالنسبه للعجانه غنديروا هذا اللي كنخدموا به الكيك. درنا داك السكر كلاصي 95 غرام مع 150 غرام ديال الزبده، غنخليهم يطربوا مزيان حتى يرجعوا لينا بوماط كيف ما كتشوفوا، ينسجم لينا داك السكر كلاصي مع الزبده مزيان، ونرجعوا نخدموه ونديروا 30 غرام ديال بودره اللوز، قبصه ديال الملح، نديروا البيضه كامله، يعني نضيفوا المقادير تدريجيا شي بشي هكا، وكذلك حتى الدقيق نضيفوه تدريجيا حتى نحصلوا على العجين اللي هي متمسكه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. العجين ديال الصابلي ديالنا نخليوها رطبه، ما نقصحوهاش بزاف باش ما يجيناش الصابلي قاصح، وكذلك ما نخليوهاش يعني كتلصق، تكون العجينه ديالنا رطبه. غندخلها الثلاجه ما بين نصف ساعه حتى لساعه، او ممكن تخليوها ليله كامله كيبقى اختياري، وغنديرها ما بين بلاستيك غذائي عادي نطلقها. ومن بعد استيوس البنات ديال هذا الصابلي هذا باش منين ترشموه ما يطلع لكم شوج، هو اننا منين نديرو في وسط البلاستيك الغذائي نطلقوه، ومن بعد نقلبوا البلاستيك ديالنا. المهم راه باين في الفيديو غير مزرب، نقلبوا البلاستيك ديالنا وعاد نطبعوا، ما نطبعوش على الجهه اللي كنا كنطلقوا عليها بالثلاك، نطبعوا على الجهه التحتانيه، نرشموا بالمراشم اللي بغينا. انا شكل مربع وشكل دائري. بالنسبه لذاك المربع بالنسبه انا نحتاجو في كيط واحد اخر، هنا غنشارك معكم ناخذو غير الداير. هنا البنات استيوس واحد اخرى ديال الطياب ديال الصابلي، فالصابلي البنات ما كيخليوش بيض نهائيا، بغيتو يبقى لكم لمده طويله ويجيكم مقرمش او ميم طون يعني رطب، غنخليوه حتى ياخذ هذا اللون الذهبي يتحمر لينا، ياخذ لنا هذا اللون هذا بالضبط، فالصابلي ديالنا غيكون معنا ناجح ويبقى لنا لمده طويله ما غاديش يرطب لينا. صافي هذا هو الصابلي ديالي، حطيته هكا على جنب، غندوزو نحضروا الاشكال الاخرى. بالنسبه للشكل اللي غنعمروه الحشوه ديالو بالكراميل، نحتاج مول سيليكون بهذا الشكل هذا نصف دائري، ونحتاج شوكولاته اللي ديروا شوكولا اللي ما تذوبش البنات بالزيت، شوكولاته اللي نذوبوها بوحدها سواء شوكولا غيش او حتى كالا، حتى كالا ما كيذوبش بالزيت، نتفاداو يعني ماركا او ماركات بحال هكا، يعني الشوكولاته اللي نتوما عارفينها انها ما كتذوبش بالزيت. كناخذ بانسو وكنبدا ندهن داك القواليب ديالي او داك المول ديالي بهذا الشكل هذا، راه كيدهنوا بكل سهوله حتى نكملهم كاملين بنفس الطريقه، نوضعهم في المجمد. علاش البنات المجمد ما نديروهش في الثلاجه، نديروهم في المجمد، نقول لكم علاش، هو انه كيعطينا داك اللمعه في المجمد، كتبقى لنا ملي كنحيدوا الشوكولاته ديالنا كتعطينا واحد اللمعه اللي هي زوينه. كنجبدوهم من المجمد كنديروا له كوش واحده اخرى ديال الشوكولات كندهنوه بها، ماشي غير كوش واحده، كنديروا جوج دو كوش البنات ضروري باش ما تيرس لكم الشوكولات ديالكم، ونردوه للمجمد حتى يجمد مزيان. وهنا كناخذوا صلصه الكراميل ديالنا اللي غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف كراميل البنات، كيجي بنين 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 بزاف، كيجي رائع. وكناخذوها كبواسطه اليد ديالي كنديروا على شكل كره وكنديرو في المول، وكندخلو حتى هو المجمد حتى كيشد لي راسو مزيان، ومن بعد كندير هكا طبقه صغيره كيف ما ممكن انكم غنوريكم هنايا، ديروا هكا طبقه وتغطيوه كيف ما ممكن انكم ديروا غير داك الدواره، انا عندي الغرض غير داك الدواره غنقول لكم علاش من بعد. صافي كندخلو حتى هو المجمد، انا كيشد لي راسو مزيان، وكنديمو ليه بهذا الشكل هذا بكل سهوله. ومن بعد كناخذ واحد السكين اللي يكون عنده حواف ونحيد له داك الجوانب ديالو. هنا كناخذ الصابلي ديالي كنوضع فيها دوك واحد النقطه ديال الشوكولاته باش يلصق لي عليها داك الكاطو ديالي.
او داك الشوكولا ديالي كنحطو بهذا الشكل. ممكن تكتفيو بيه هكا، ممكن تكملوا له التزيين ديالو كيف ما ندير له انا. دابا كناخذ هذيك البانسو نفسها وكندهن له هكا الجوانب بالشوكولاته، ونحاول انني نديرو في داك اللوز اللي غربلناه البنات. كناخذ اللوز ديالنا بالقشر ديالو كنحمروه كنطحنوه، هذاك اللي غربلناه كنديروه في الصابلي، وهذاك اللي كيبقى مفرتت هو اللي كندوره. علاش قلت لكم بالنسبه للتسميح كنزرب لكم فيديو بزاف باش ما يجيكمش طويل، هانتوما شفتوا ملي قسمتها داك الشوكولاته اللي زدت من الفوق كيفاش كتعطيني داك المنيطر. هذاك الشكل الاول راه وريت لكم مقسوم، هذا الشكل الثاني نحتاجو فيه هذا القالب ديال السيليكون هذا اللي كيكون على شكل الارابيسك. ممكن ديروا الالوان ديال الشوكولاته اللي نتوما تفضلوها واللي نتوما تبغيوها، كتلونوا الشوكولاته بالشكل اللي نتوما تبغيوه. انا اكتفيت انني فقط نخليها بيضاء، دوبت شويه ديال الشوكولاته بيضاء اللي وضعتها في واحد السيرانك او الشوكا، او ممكن ديروها في بوش او ملعقه، من الاحسن انها تكون شي حاجه اللي رقيقه، من الاحسن ما تكونش معلقه باش ما تقيسناش الجوانب، باش تجينا غير في التحت ديال المول ديالنا. صافي كنديرها هكا الطبقه رقيقه من التحت، وكندخلها المجمد كنخليها حتى تجمد، عاد كناخذ الشوكولاته السوداء ونديرها نفس الطريقه ديال المول الاول. كندهن المول السيليكون ديالي وندخلو المجمد، ونعاود ندير الكوش الثانيه وندخلو المجمد، عاد كنعمروه بداك الكريمه ديال الحامض اللي حتى هي كتجي رائعه. حتى هي نخلي لكم المقادير ديال عفوا نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كنعمرها بوش وفتالي كنغطي بشوكولاته من الفوق كيف ما كتشوفوا، كندخلو مجمد خليه يشد راسو مزيان وصافي. وكنديمو ليه بهذا الشكل هذا، وحتى هو كناخذ واحد السكين ونحيد داك الجوانب او داك الحواف اللي كيبقاو فيه، وكيجي هكا من الداخل حتى هو كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه فكيجي زوين بزاف. وهنا جيت نوريكم تتمه ديال التزيين اللي درت هذاك ديال الكراميل، ما شاركتوش معكم، غنشارك معكم دابا الطريقه ديال التزيين ديالو باش كملتو. المهم كيف ما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذاك الرشيشه البنات الذهبيين، فانا كناخذ واحد الرشاشه هكا اللي كنوضع فيها روح الفانيليا، وكذلك واحد البودره الملمع هذا راه كيكون في الالوان، كيكون سواء برونز دوغي ارجونتي. المهم انا هنا خديتو دوغي، وخديت هكا سائل فانيليا اللي كندير منه واحد شويه ديال البودر وشويه ديال سائل فانيليا، وكنديرو في هذاك الرشاش كنخلط وكنرش من البعيد. ما تقربوش يديكم، الا قربتو يديكم فيجيكم داك الرشايش بزاف، فكاش كيعطينا غير واحد الشكل اللي هو زوين. كنرشوه من البعيد وكيعطينا هكا واحد النقط ذهبيين كيزينوا الصابلي ديالكم، اي غاطو بريستيج ديالكم راه كيزينوا كيجيبوا زوين. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هذا الشكل ديالهم، كيجيني الصابلي بهذاك الشكل، وهذا كذلك اللي عامر بالكريمه ديال الحامض، حتى هو كيجي منظر رائع وزوين، وكيجي بحشوه من الداخل اللي هي رائعه بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الوصفات ديال اليوم، وتسناوني عن قريب ان شاء الله في فيديو جديد وصفات جديده. ما عليكم الا تبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ولا نال اعجابكم الفيديو ما تنساوش لايك. ومبقى الى نقول لكم مع السلامه من قريب ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.